لو الحكاية فيها إن فيديو والدستور الذي يتعامل بالنقابات والذي ينص على عدم فرض الحراسة على النقابات طبقا للمادة 77. وها نحن جميع أفراد مصر نقف على رسائل مشتركة ودائرة تراقي تتبعنا على رفض الحراسة على النقابة ونؤيد وضعنا عن الانتخابات ونطالب بممارسة حقنا المشروع في إجراء انتخابات تفرز رغبة السيطرة في اختيار من يمثلهم. لن نستسلم ولن نيأس وأملنا في الله ثم في قضاءنا وفي السيطرة المخلصين أملا كبيرا بذلنا. أيضا تقوم النقابة ودي النقطة دي نقطة مهمة جدا، تقوم النقابة على توفير الأدوية لجميع أفراد الشعب والمشاركة في تحسين الخدمة الدوائية من خلال الارتقاء بمنظومة البحث العلمي. من هذا السرد البسيط الذي يرتبط مع المادة الثانية من قانون النقابة يتضح جليا أن الحراسة تهدف إلى ترقيع المريض المصري أمام مافيا الدواء. أنا مش هتركع الدواء المريض بس، ده هتركع السرد كمان، وقتل متعمد للبحث العلمي. احنا عايزين نرتقي بمنظومة الدواء، يبقى ما نهدمش النقابة اللي هي